نجاد البرعي المحامي وعضو لجنة الحوار الوطني، اهلا بيك. اهلا وسهلا. حضرتك مشارك في مؤتمر دول الاطراف بشان تغير المناخ، ده صحيح. كلمنا عن الدور اللي ممكن تقوم بيه في هذه المهمة فيما يخص الحوار الوطني تحديدا، هل في علاقة مباشرة بين تغير المناخ والحوار الوطني؟ في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني احنا عندنا مجموعة عمل خاصة بالتغيرات المناخية وتطبيق استراتيجية مصر 2050 لحد 2050 فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وتقليل حدة الانبعاث الحراري، ودي مجموعة عمل من ضمن 6 مجموعات في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة هتشتغل على مواضيع حقوق الإنسان الأساسية. هنشتغل كمان على جزء خاص بتداول المعلومات على أساس إن تداول المعلومات أساسي إن الناس تعرف أكتر عن المناخ. هنشتغل كمان على حرية المنظمات غير الحكومية إنها تشتغل على أساس إن المنظمة البيئية تقدر تشتغل وتقدر إنها تاخد تمويل وتشتغل وتعمل توعية وتعمل تنمية فيما يتعلق فكرة مناخ، لأن الفكرة لازالت عندنا في مصر غايمة جدا وعايزة كتير جدا من التوعية بيها، مش يقدر يعمل ده غير المنظمة غير الحكومة. يعني هل نقدر نقول ان في انفراج في المجتمع المدني مرتبطة بالتوعية بتأثيرات التغيرات المناخية؟ في انفراج للمجتمع المدني بشكل عام ان شاء الله، سواء في التغيرات المناخية او حتى غيرها، وانت هتستفيد التغيرات المناخية منها، لان كنت ليش تعملي تكافح التغيرات تقليل الانبعاث من غير مجتمع مدني يقوم بعملية التوعية ويقوم بعملية التدريب ويقوم بعملية تقديم الاستشارات. وبالتالي في دور كبير للمجتمع المدني ودور كبير لقانون حرية تداول المعلومات فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتوعية بيها، وكمان عمل لوبي علشان الحكومة تاخد إجراءات في الموضوع. طيب بالنسبة لحرية تداول المعلومات، هي مرتبطة بشكل مباشر بإجراءات الإنذار المبكر، واحيانا بيكون الانذار المبكر البعض بيشوفه ان هو بيثير الذعر مش بينبه، فيما ان الانذار المبكر بيمنع ازهاق الارواح في المآسي يعني المناخ. انا من انصار انه الناس تعرف المعلومه الصحيحه، عمر المعلومه الصحيحه ما تؤدي الى ذعر، المعلومه حجب المعلومه بيؤدي الى انتشار الشائعه، والشائعة هي اللي بتعمل ذعر. كل من الناس عرفت المعلومة الصحيحة تقدر تتعامل معها بحجمها، تقدر تتعامل معها على قدها، لكن حجم المعلومات الصحيحة بيؤدي إلى انتشار الشائعات وهو ده اللي بيعمل الذعر. شكرا استاذ. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. شكرا.